أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد شادي والناس. برنامج أكيد زي أي برنامج، أكيد يعني مش هنعيد اختراع العجلة تاني ولا هنخترع الذرة. هو برنامج له بداية وله نهاية وله فقرات، ولكن اسمحوا لنا نعمل ما بيننا وبين حضرتكم حاجة جديدة شوية. هنعمل ما بيننا وبين السادة المشاهدين زي ميثاق، عهد هنتفق فيه على ثلاث نقاط مختلفة. النقطة الأولى، لو حضرتك أي حد يعني من السادة المشاهدين عنده أي مشكلة أيا كان نوعها، والله بقى عنده مشكلة اجتماعية صعبة، عنده مشكلة صحية مستعصية عليه، عنده مثلا لا قدر الله مشكلة مادية، قرض، دين، أي كلام من ده، حاسس إن الدنيا ملطشة معاه، حاسس إن هو لوحده، لا، بنقول له حضرتك إحنا معاك وفي ظهرك وفي كتفك وسندك. بابنا هنا مفتوح، تيجي تشرفنا وتقعد معانا وتعرض مشكلتك بكل احترام على السادة المشاهدين، واللي يقدر فيهم يتواصل معاك أو يكون سند ليك أهلا وسهلا. النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها ونكون برضو فيها مع بعض، إن لو حضرتك عندك موهبة مميزة، تاني موهبة مميزة نحترم بها عقول وقلوب المشاهدين، مش أي حاجة يعني، أو عندك منتج محترم أو عندك خدمة مميزة أو عندك مشروع متميز، نقول لك أهلا وسهلا. لو حضرتك عايز تعرضه على الناس وتكتسب ليه جماهيرية، اتفضل اقعد معانا واشرح وقول كل حاجة بكل أريحية معانا. طيب الحاجة التالتة هي إيه؟ لو حضرتك، وده من حقك طبعا، إن أنت تاخد الأخبار بأسرع ما يكون، لأن دلوقتي إحنا بقينا في عصر السرعة، بقى الرتم عندنا سريع قوي في الحياة، فالناس ما بقاش لها خلق من الآخر إنها تقعد تمسك في الخبر وتفصص فيه، بقى كل واحد بياخد فكرة عامة جدا عن الأخبار، وده اللي إحنا هنحاول نعمله معاكم إن شاء الله في برنامجنا في تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع إن شاء الله إذا ربنا يسر الحال. وبعدين أنت بقى وحر، أنت وحر مع نفسك، بمعنى الخبر ده عجبني يبقى أنا هقعد مع الخبر ده وأتابعه وأشوفه وأنقب عنه. هنحاول على قد ما نقدر نضع أسئلة ومستنيين إجاباتها من حضراتكم بعد ما نفكر في هذه المواضيع. نخش بسرعة كده على فقرتنا الأولى وهي شادي والأخبار. هنحاول نعمل تحليل سريع للأخبار وإحنا مع حضراتكم. وأول حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة معالي وزير التربية والتعليم، بنقول لحضرتك رسالة بسيطة جدا، مصر كلها بلا استثناء مستنية معادين ما لهمش تالت، معاد ماتش الأهلي القادم في بطولة كأس العالم للأندية والناس كلها مترقبة طبعا، والنهاردة الماتش الساعة 7:30 المفروض، دي حاجة. والحاجة التانية ودي نقطة مهمة جدا، مستنيين خطاب سعادتك للشعب. للشعب والله، أصل الشعب كله معليك قاعد مستني حضرتك هتقول إيه، منتظر يوم 14 فبراير أو يوم 15 فبراير حضرتك وعدت وقلت هتطلع وتقول للناس كلها إيه اللي هيحصل، هتقول للدنيا كلها إيه اللي هيحصل، إيه اللي هيحصل في التعليم. فحضرتك بعد إذنك أرجوك، إحنا بنطالب حضرتك من هنا بحاجتين اتنين ملهمش تالت. عايزين يا فندم خطاب يريح أعصاب الناس، ما ينفعش يا جماعة الأهالي الشدة اللي هي فيها عشان معالي الوزير قالوا إن هو بيقول إن الامتحان هيجي من بره المنهج ولا كتب خارجية ولا كتب الوزارة ولا أي حاجة. طب معاليك معالي الوزير، ما هو الطالب الشاطر نفسه، مالناش دعوة بالطالب الخايب يا سيدي، الطالب الشاطر نفسه هيصاب بالإحباط. ما هو لما يقول لك أنا هذاكر 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 وفي الآخر يجي لي الامتحان مش متعودين عليه، مش عارفين طريقته إيه، بلاش، مش عارفين أصلا نذاكر منين، طب هل هذا يعقل؟ ده احنا كده بنحطم اولادنا من غير ما نحس. معاليك احنا بنحترمك جدا وعارفين ان حضرتك عايز تطور التعليم وشايل مسؤوليه ثقيله، لكن لازم حضرتك وانت شايل المسؤوليه تبص على الناس، تبص على الجمهور، تبص على الشعب. مفيش حد ابدا ما عندوش حد في بيته في مرحله تعليميه معينه، يا اخي ده لو مش في بيته هيبقى في بيت ابن عمه وخاله وجاره واي حد. فاذا استاذن معاليك في دي. النقطه الثانيه معاليك برضو اللي عايزين نكلمك فيها حضرتك، مساله رجوع الدراسه. أنا شخصياً المفروض أكون محايد والمفروض أقول ترجع ولا ما ترجعش، ولكن كل الآراء بتقول إنها ما ترجعش، وده على فكرة يعتبر رأي طبي سليم. علشان خاطر إيه؟ بالظبط كأن حضرتك عامل حظر بس على الطلبة. فتخيل حضرتك لو قلنا عندنا متوسط 20 مليون طالب مثلاً، حضرتك تخيل لو الطلبة ديت ما راحوش المدارس، بالتالي السواقين، بالتالي العمال، بالتالي المدرسين، بالتالي كل الناس دي، عملنا بالظبط عملية عزل، عملنا عملية حظر، قللنا الانتشار بتاع الكورونا. سعادتك نحن نثق في بيانات وزارة الصحة، البيانات كانت قبل ما المدارس تقفل كانت 1200 حالة تقريبا كل يوم، دلوقتي أصبحت معاليك 600 حالة كل يوم، تمام؟ طيب هل حضرتك ال 600 حالة دولت معناها ايه؟ معناها ان احنا قلينا، معناها ان احنا قلينا، وبالتالي عايزين نقول نقطة بسيطة جدا، ان حضرتك يا ريت بلاش نكون مع القرار بتاع ان الدراسة ترجع، لا احنا عايزين الدراسة يا ريت تستمر بس بدون حضور التلاميذ. النقطة التانية اللي عايز اكلم حضراتكم فيها منتخب اليد المصري.
منتخب بصراحة مشرف، حاجة مشرفة وحاجة عظيمة جدا وحاجة ما فيش أحسن من كده. المنتخب حصل على المركز السابع، وده أحسن مركز حصل عليه المنتخب بتاعنا من سنة 2001 بعد ما كان الرابع على مستوى العالم. طيب أنا عايز أستفيد إيه يا جماعة من الخبر ده؟ عايز أعمل مقارنة بسيطة جدا ما بين اتحادين، اتحاد كرة اليد واتحاد كرة القدم، ومحدش يقولي ده لجنة ثلاثية أو خماسية أو سباعية أو تساعية أو أيا كان وضعها هي إيه، دي لجنة مثلا مش منتخبة ده معينة، أيا كان اللي جاي في مكانه يا فندم جاي يخدم، جاي يطور، مش جاي يمضي ورق وخلاص كنا أسندناها لأي موظفين وانتهينا. وإحنا مش عايزين نقول أسامي حد، إحنا عايزين نقول بس عايزين نرتقي بالأداء، عايزين نرتقي بالأداء. كرة اليد عملوا إيه يا فندم؟ اتحاد محترم، مسكوا على لاعبتهم، نسيوا خالص بقى الاعلام، الاعلام بالنسبه لهم ده كان حاجه منتهيه اصلا، يعني ايه اعلام يعني؟ مش مركزين معاه، ليه؟ هم عايزين يعملوا نتيجه الاعلام يتكلم عنها، مش عايزين يتكلموا عشان الاعلام يتكلم عنهم، تاني عايزين يعملوا حاجه الاعلام يتكلم عنها. عملوا كده، قفلوا على اللعيبه ماتشات، تدريبات، مباريات، احترافات، اللي حضرتك عايز تقول له قوله كله قوله. في الاخر الفريق عمل طفره جامده جدا جدا جدا. قبل ما انسى، ما بيشككوش مثلا في حكامهم، ما بيشككوش في حكامهم، دي نقطة مهمة جدا كنت هنساها. إذا يا اتحاد الكورة عشان خاطري اتعلموا من أخوكم اتحاد اليد. النقطة الثالثة يا فندم اللي أنا عايز أتكلم فيها إن الكابتن عماد كابتن وليد سليمان المحامي الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي، ده المحامي بتاع وليد سليمان، قال إن هو هيرفع قضية وقد يكون رفعها بالفعل النهاردة على الكابتن عماد دربالة. طيب هو رفع عليه قضيه ليه؟ لان كابتن عماد درباله كتب عنده كده بوست جميل على الفيسبوك، طبعا جميل ده من وجهه نظره، عشان برضو انا ضد عماد مبدئيا من قبل ما نتكلم. قال فيه ان وليد سليمان، الكابتن وليد سليمان جاهز انه ينزل مباراه الدحيل القطري، ولكن هو مش هيلعب علشان خايف من تحليل المنشطات. الكابتن عماد انا اتواصلت معاه عشان اعرف منه ايه اللي حصل، ما رضاش يرد عليا وقال لي انا هكلمك على الهوا عشان الناس كلها تفهم انا كان قصدي ايه من هذا الموضوع. طب يا كابتن عماد احكي لي مش تحكي لي بتاع، قال لي لا انا مصمم على هذا الموضوع. طبعا الكابتن عماد مش عايز اقول لحضراتكم واستاذنكم في الكنترول روم لو يحاولوا يتواصلوا مع الكابتن عماد. الكابتن عماد يا فندم بكل بساطه تمام، كابتن عماد بس هو دلوقتي فعلا معانا على الهوا، بس قبل ما يخش معايا عايز اقول له كلمه. زي ما هسمح لحضرتك ان انت هتقول وجهه نظرك، انا بقول للكابتن وليد سليمان او المحامي بتاعه استاذ اشرف عبد العزيز، لكم حق الرد، تشرفونا في اي وقت بمداخله في البرنامج هنا. اتفضل يا كابتن عماد. السلام عليكم يا دكتور شادي. ازيك يا حبيبي؟ انت عارف طبعا ان احنا اصدقاء وكل حاجه، بس انا عايز اعرف منك ايه الحكايه بتاعه البوست الغريب اللي كتب ده. والله بص شادي، هو البوست مش زي ما انت قريته كده او مش زي ما انت قلته، البوست مش مكتوب كده خالص. انا البوست اي حد عاقل على وجه الكره الارضيه هيقراه هيقدر يفهم منه حاجات مختلفه كتير جدا. انا نص البوست اللي اتكتب كالاتي، خلاص، انا قلت ان الكابتن وليد سليمان اهم نجم في نادي الاهلي، وده كلام مدح مهم جدا، وهو مفتاح اللعب ومفتاح الفوز في معظم المباريات، ورغم انه سليم تم استبعاده من بطوله العالم لاسباب معروفة، خلاص انا قلت كده. وبعد كده حطيت نقطة وقلت لو عملنا تحليل منشطات للاعيبة مصر في لاعيبة كتير جدا هتاخد اعدام، تمام. انا ماليش دعوة بقى ان الناس ربطت الكلام بتاع المنشطات اللي في اخر التويتة بالكابتن وليد، انا ده مش موضوعي، انا ده مش موضوعي. اي حد عاقل في الدنيا ممكن اديك تفسيرات كتير جدا. ممكن اقول لك مثلا ان الكابتن وليد سليمان في اخر مباراه بين الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت اتسبب في اصابه كابتن محمد عبد الشافي وعمل له اصابه كبيره جدا، بقى له 8 شهور ما بيلعبش ولا خد وقف ولا حصل اي حاجه. اتسبب في اذى لاعب في الاتحاد السكندري بنفس الطريقه وما خدش وقف ولا حاجه. فانا مقصود كلامي الراجل ده عنيف جدا، والحكام في مصر ما بياخدوش منه موقف، لكن في قطر لو حصل في كاس العالم هيتاخد منه موقف. طيب معلش اسمح لي يا كابتن عماد، بس لما حضرتك تكتب لي كلمه منشطات في اخر التويته، انا شخصيا مع احترامي لحضرتك انك بتقول يعني اللي عايز يفهمها يفهمها، ما تفهمش غير كده يا كابتن عماد. يعني انا مع حضرتك وكل حاجه، بس ما تفهمش غير كده. طب ليه حضرتك ما عملتش تويته تانية غير التويته بتاعت كابتن وليد؟ مش هعمل. هقول لك ليه، هقول لك ليه. لان انا مجرد ان التويته دي نزلت انتشرت في مصر كلها في ثواني، وطبعا انت عارف جمهور الاهلي عامل ازاي. انا عارف ان حضرتك خدت كميه شتيمه كتير. ايه يا شيخ؟ انا عارف ان حضرتك خدت كميه شتيمه كتير. طبعا حاجه مش طبيعيه. يعني الموضوع بالنسبه لي ان اللي اتاذى دلوقتي انا مش وليد،
لان طيب هم مجرد ان هم عملوا الكلام ده جمهور الاهلي تحول الدفه كلها عليا انا، وشتيمه واهانات فيا وفي اهلي. خلاص طيب انا بص ما يا كابتن عملتش عماد، كويس. طيب بص يا كابتن عماد، عشان ما نطولش في هذا الموضوع، اللي انا فهمته دلوقتي من كلام حضرتك ان حضرتك بتقول ان انت لا تقصد الكابتن وليد سليمان بهذا الموضوع خالص، وان طبعا التويته مقسومه لجزئين اتنين، ده جزء مختلف عن الجزء اللي في الاخر بتاع المنشطات، صح طبعا الكلام؟ طبعا طيب طبعا نشكر حضرتك جدا على هذه المداخله وشرفتنا ونورتنا، وبكرر تاني حق الرد ووجهه النظر الاخرى مكفوله للكابتن وليد سليمان او للمحامي بتاعه الاستاذ اشرف عبد العزيز. النقطه يا جماعه اللي عايزين نلقي عليها الخبر او يعني بعد كده الكلام، في عندنا حضراتكم قصه حصلت الفتره اللي فاتت من حوالي تقريبا اسبوع او 10 ايام، الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا. اللي ما يعرفش يا جماعه هي ايه مستشفى المنشاوي العام في طنطا، هي اكبر واهم مستشفى عام موجوده في محافظه الغربيه اللي بنقول عليها المستشفى الاميري. طبعا مع كل احترامي لمستشفيات الجامعه لانها تابعه لوزاره التعليم العالي، ومستشفيات التامين الصحي تتبع مباشره لهيئه التامين الصحي في القاهره، لكن انا بتكلم على، وطبعا في لها هيئه في او فرع يعني في الغربيه، لكن انا بتكلم على المستشفيات التابعه لمديريه الصحه بالغربيه. المستشفى الاكبر والاهم والاقوى هي مستشفى المنشاوي. مدير المستشفى الدكتور محمد جابر كان نازل من عيادته، مش من المستشفى، من عيادته نازل جدا بيركب عربيه، تمام، وبعدين دخل على العربيه بتاعته ورجب وقعد وارتاح، وبعدين لقى حد بيخبط على الازاز بيتكلمه من ورا الازاز، قال له افتح لي الازاز عشان تسمعني انا مش سامعك. المهم فتح الازاز، فوجئ ان بيتكب عليه سائل، فوجئ ان بياكل في وشه يعني ميه نار، لان هو راجل شاطر وراجل دكتور شاطر تملك نفسه كمان يعني. فتح الباب ونزل صوت في الشارع، الحقوني الحقوني، الناس جابوا هاتوا لي ميه، جابوا له ميه، فتحط على ميه على وشه فقللت الاخطار على قد ما نقدر. لكن طبعا الراجل عنده اصابات قويه جدا في راسه ورقبته واظن كمان في صدره، ولكن هنعرف التفاصيل. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه ده الدكتور محمد جابر قبل الحادث وبعد الحادث، وطبعا واضح التاثر اكتر في الجنب الشمال من وجهه. هنا يا جماعه بقى زي ما احنا بنقول الوحش نقول الحلو، بصراحه رجال المباحث قاموا بعمل رائع جدا. ليه؟ في خلال 24 ساعه كان تم تفريغ الكاميرات، شغل محترف، عرفوا مين الاثنين اللي حذفوا عليه ميه النار من وشهم، تتبعوهم، جابوهم، استجوبوهم، عرفوا مين المحرض. للأسف المتهم الرئيسي هو مدير المنشاوي السابق، مش هنقول اسمه، وعايزين نتفق في البرنامج ده على قد ما نقدر ما نفضحش حد، احنا عايزين بس نصلح، نقول الشيء اللي يصلح الموضوع من غير ما ايه، من غير ما نفضح حد. المهم مدير المنشاوي السابق حاليا هو متهم، والمتهم بريء حتى تثبت ايه ادانته. هو عمل الكلام ده، طب عمل الكلام ده ليه؟ محدش عارف. ولكن الصحفي المحترم الأستاذ عاطف دعبس، وده من جهابزة الصحفيين عندنا في الغربية لأن أنا من الغربية وأتشرف، كتب بوست كده على الفيسبوك بيقول يا جماعة إحنا لازم نفصل، لازم نفصل ما بين إن مدير المستشفى يشتغل مدير مستشفى وإن يكون له شغل خاص، لأن ده ممكن يكون باب خلفي لتسرب المرضى من المستشفيات العامة تروح العيادات بتاعت الدكاترة. الراجل لم يلقى أي اتهام، بس بيقول يعني حاجة تحترم، يفضل إن إحنا فعلا ناخذ بالقرار ده. وأتمنى إن المسؤولين في وزارة الصحة، وأنا عارف إنهم بيسمعوا للجميع يعني، يسمعوا هذا الاقتراح ويحاولوا فعلا يفصلوا إن كل مدير مستشفى لو هيقوم بالعمل الإداري يأخذ راتب محترم يكفيه، ياخد راتب محترم يكفيه، ولكن إيه؟ ولكن نكون زي ما قلت لحضراتكم، ولكن يعني نسيب الشغل في العيادات. هنا بقى أستأذنكم، إحنا كنا عايزين نتواصل مع معالي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه في الغربيه، ولكن للاسف هو تليفونه مغلق حاليا. كنا عايزين نعرف منه حاله الدكتور محمد جابر، ان شاء الله لو عرفنا نتواصل معاه بعد الفاصل هنتواصل معاه ونطمنكم. اشوفكم على خير بعد الفاصل، اتفضلوا. والعجل بيقدم لك اقوى عرض، عرض التريو، ثلاث سندوتشات فراخ دبل من اختيارك مع ثلاثة بطاطس ولا تريبيبسي ب 140 جنيه شامل الضريبه. اطلب من ولعتين على 16799 واستمتع بعرض التريو. سندوتشات فراخ دبل من اختيارك مع 3 بطاطس ولا تريبيبسي ب 140 جنيه شامل الضريبه. اطلب من ولعتين على 16799 واستمتع بعرض التريو.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا دلوقتي الأستاذ المحترم الأستاذ أحمد سلام، الخبير التربوي والخبير في الفلسفة وعلم النفس. أستاذ أحمد سلام، قبل ما أعرفكم بيه، أنا طلبت منه الحضور النهاردة علشان خاطر هو له آراء ثورية جدا على الفيسبوك فيما يخص عملية التعليم اللي هي تعتبر قضية أمن قومي بالنسبة لمصر. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بيك دكتور شادي، يا مرحبا، منورني في الاستوديو يا باشا. تسلم يا غالي، تسلم. قول لي بقى معاليك النهاردة، أنا عايز صراحتك اللي أنا متعود عليها طول عمري، لأن احنا طبعا أصدقاء برضه عشان يبقى الكلام واضح طبعا، ولكن النهاردة احنا مش أصدقاء. النهاردة أنا بقى إيه أطلع منك اللي أنا عايزه، هنتخانق. ترضى ان احنا نكذب وننافق؟ لا خالص، بالعكس، ده انا عايز حضرتك عاوزين الصراحه والواقع بس كده. تمام تمام. طيب انا عايز راي حضرتك في العمليه التعليميه. العمليه التعليميه تعاني من مطبات رهيبه جدا جدا. اولا هناك عشوائيه في اتخاذ القرار، وحد امثله، انا ما بتكلمش من الخيال. تمام. انا بتكلم من الواقع. انا هتكلم عن الثانويه العامه، الاهالي والبيوت كلها في توتر وقلق الى الان، ما نعرفش النظام ايه. تمام. حتى لو في قرار، لان القرارات اتغيرت. ندي امثله. اول ما طلع نظام الثانويه العامه الحديث من 4 سنين، سياده الوزير طلع وقال الامتحانات 3 سنين تراكميه، عندنا 12 امتحان. بعدها بسنه قال لا سنتين بس، عندنا 8 امتحانات. بعدها بسنه قال لا سنه واحده بس، عندنا امتحانين. ادي قرار. تمام. يبقى في مشكله إن مفيش قرار ولا رؤية. طب إزاي الوزير يطلع يقول تراكمية من غير ما ياخد موافقة مجلس الشعب؟ لازم أغير القانون، دي أول حاجة. تمام. الحاجة التانية، الطلبة بتوع الثانوية العامة اللي أجلوا السنة اللي فاتت، وضعهم إيه السنة دي؟ واللي ساقطين، وضعهم إيه فعلا؟ الوزير قال إن إحنا هنخليهم يمتحنوا امتحان زي النظام الجديد. طب اتدربوا على إيه؟ ما اتدربوش، فأصبح في ظلم ليهم، ظلم بين، ظلم كبير جدا جدا. تمام. ادي حاجه. الحاجه اللي بعد كده، عندنا لا في سناتر ولا في مدارس ولا في كتب، وفي منصات تشتت للطالب. الطالب مش عارف يروح فين. لا لا معلش، لا ثواني بقى كده، بالراحه عليها واحده واحده. مش المنصه دي حضرتك المفروض دي فيها منصه واحده؟ امال لا، ده 10 كده، ده مش كلهم تبع الوزاره حضرتك؟ تبع الوزاره 10. طب مش ده حضرتك يبقى تنوع للمعلومات؟ تنوع المعلومات ازاي؟ هو الطالب عنده نت اصلا؟ الطالب اللي في القريه عنده نت؟ ما عندوش نت. اه انت بتتكلم على هذه الجزئيه يعني. ايوه، ما احنا دلوقتي اما نيجي نعمل حاجه لازم نشوف هتتنفذ ازاي. يعني انا دلوقتي ما اقدرش انفذ قرار الا ما اشوف اليه تنفيذ هذا القرار. انا شايف ان في قرارات حلوه بس ما تتنفذش. تمام، محتاجه بنيه تحتيه الاول يعني. لازم. تمام. يعني في حاجات كتيره جدا لازم نمشي عليها. كمان ازاي طالب يمتحن ورقي وطالب يمتحن الكتروني؟ طب السبب فيه ايه بقى حضرتك؟ قول لي بقى ايه السبب اللي حصل؟ ما هو دلوقتي انا عندي سنتين. اه تمام. اللي هم مأجلين. تمام. واللي هو جداد، واخبار، والخدمات في مشاكل. بالظبط. يبقى انا دلوقتي يا اما كله الكتروني يا اما كله ورقي. وسياده الوزير بيقول الى الان ان هو الكتروني، انا بقول لحضرتك هيبقى ورقي. طب بص، هنسجل التاريخ ده يعني 4 نسجله نسجله. طب لو ما طلعش ورقه وطلع الكتروني، وزير عمل العريف الحته ديت، نعمل ايه؟ نبص، هقول على الهوا استاذ احمد سلام اخطا او ماله. لو انا اخطات يبقى انا اخطات، لكن انا عاوز اوصل لحاجه. اتفضل. ان انا انفذ ازاي الكلام ده، وازاي الشبكه هتستحمل؟ ما احنا عانينا في اولى وثانيه. طب في اولى وثانيه عمل ايه سياده الوزير؟ عمل امتحانات في فتره ومحافظات في فتره. طب انا حاجه في الثانويه العامه اعمل كده؟ لا ما ينفعش طبعا، عشان تكافؤ الفرص. هو ده اللي بتكلم عليه، فرصه تكافؤ الفرص. يبقى احنا في قرارات مش عاوز اقول مش سليمه، بس مش مدروسه. تمام. مش عارفين اثرها. انا عندي، انا بدل ما اقول ان انا مدرس، انا ليا ابني في ثالثه ثانوي. تمام. بقى له 3 سنين ما بيذاكرش. انت عارف مين المظلوم في هذا النظام؟ المتفوقين. بالظبط يا فندم، وده اللي انا قلته على فكره في الانترو، لو حضرتك كنت متابعني في الانترو. طبعا. وكمان ايه، الطالب اللي ما بيذاكرش بيجاوب عشوائي بالطريقه الاختياريه، باسئله الاختياري. فانا صابت لخابت يعني. اسئله الاختياري لا تقيس ابداع. تمام. اسئله الاختياري بالصدفه، حتى لو مذاكر او مش مذاكر. ما هو سياده الوزير قال الاسئله مش من الكتاب. نيجي نقول للطالب ذاكر، يقول لك انا هذاكر ايه؟ في حاجه اسمها نواتج التعلم، بس هات لي اسئله من الكتاب، ما تجيبليش اسئله من خارج الكتاب. تمام. يبقى دي مشكله بتقابلنا.
طيب حضرتك شايف ايه عشان نرتقي بالاداء بتاع وزاره التربيه والتعليم؟ نعمل ايه؟ يعني شوف حضرتك احنا دلوقتي بننتقد اهو. أيوة. لا عايزين نحط نقط كده على الحروف، نعمل ايه؟ يعني كم نقطه كده صراحة عشان نعمل ونمشي صح. لازم واحد وبكررها مليون مره، عوده المدارس في ظروف الكورونا؟ لا المدارس حضرتك المدارس ممكن تعود، ان نعمل لكل صف يومين او كل كم فصل زي ما عملوا في وقت الكورونا، لكن دلوقتي المدارس تبكي. انا عاوز احط تحتها 100 خط دي بس عشان خاطري، يعني حضرتك بس واضحين الكلام ده نعمله لما تخلص ازمه الكورونا. ما انا ممكن اقسم دلوقتي في الكلام، وانا ممكن اقسم برضو ازاي المدارس خاويه. طيب انا ازاي هشغل عمليه تعليميه من غير مدارس؟ اي قرار باي نظام لازم المدارس ترجع، من غير مدارس بلا تعليم يبقى احنا بنضحك على بعض. شوف انا مش هرد طبعا لان حضرتك ضيفي، وانا عكس راي حضرتك في الحته دي بتاعت الكورونا، ولكن طبعا رايك احترم، انت الخبير هنا ما اقدرش اتكلم. انا بتكلم على انا بقالي 35 سنه في مهنه التدريس. تمام. رقم 2 تدريب المدرسين قبل اي نظام جديد، مش وقت النظام الجديد. يعني دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ النظام شغال والمدرسين بيتدربوا، ما ينفعش. تخيل السبورة الذكية اللي في كل فصل ب 75,000 جنيه والمدرسين ما بيستخدمهاش الا بسيط جدا، عشان ما تدربوش. عشان ما تدربوش، ده فيها امكانيات رهيبة لو انا اتدربت عليها هتبقى كويسة جدا، بس انا ما فيش تدريب. يبقى اذا حضرتك اللي احنا قلناه في الانترو هنعيده تاني بس بشكل اخر. معالي وزير التربية والتعليم، بنطلب من حضرتك ان احنا نأجل بعض الخطوات. حضرتك عايز تعمل ثورة في التعليم على عيننا وعلى راسنا، حضرتك عايز تطور من التعليم تمام، بس يا فندم مفيش بنية تحتية ولا حتى قوة بشرية جاهزة ومدربة تنفذ هذا الكلام. نجهز القوة البشرية، نجهز البنية التحتية ونشتغل، صح كده معالي؟ عندي حاجة مهمة قوي. اتفضل. الوزير لغى الكتب، صح؟ تمام مظبوط. ما لغاش الكتب الخارجية ليه؟ لا هو حضرتك برضه في نقطة عشان برضه اكون واضح. لا دلوقتي الكتب الخارجية يا فندم بقت كتيره. لا بس محترم يا فندم، هل هي تابع سلطه وزاره التربيه والتعليم؟ بتاخد تصريح، بتبقى تابع هيئه الاستثمار على المزور. بتاخد تصريح من الوزاره. طب ما حضرتك بتاخد تصريح وما هي بتقولش حاجه غلط، من حقهم ينزلوا اي ماده علميه، ده اللي انا عارفه. طب ليه ما عملتش الكتب بتاع الوزاره زي الكتب الخارجيه؟ انت حضرتك هي بتخش في قضيه تانية خالص، تنسيق. أيوة. يعني الماده العلميه تبقى شيقه بالظبط، يبقى نعملها بالطريقه دي، ما يبقاش الكتاب روتيني وجاف. هو كتاب الوزاره ما فيش حد بيفتحه، ليه؟ طريقه عرضه، رغم من المؤلفين هم اللي بيعملوا بره الكتب الخارجيه. طب ماشي، انا اجيب كتب خارجيه واعملها كتاب وزاره والغي الكتب الخارجيه خالص الا اذا كانت سبوبه. كلام واضح جدا، كلام واضح، بيعجبني فيك جرأتك كده في الحوار. انا صريح. طيب حضرتك بمناسبه انت قلت بقى كلمه قفلوا السناتر، اه هو حضرتك اصلا مع الدروس الخصوصيه ولا ضدها؟ انا مع ضدها اذا كان هناك مدارس. طب حلو، ولكن معاها اذا لم يكن هناك مدارس. طب يبقى مين اللي بيشجع على الدروس؟ عدم وجود مدرسه. لا معلش استاذي لو سمحت، تم. احنا السنوات اللي فاتت دي كلها التعليم موجود، وطول عمرنا ونجيب من الاخر عشان على الدروس. يعني انا حضرتك خدت دروس ثانويه عامه، حضرتك بص انا هكلمك بصراحه، كان زمان الدروس موجوده بس المدرسه كانت الاساس. في اول تعييننا كده انا كنت بقى في الفصل، الفصل مليان وبشرح والعيال مبسوطه، وممكن يكونوا بياخدوا درس بره، بس المدرسه لها دور. المدرسه مش دروس بس، اسمها التربيه والتعليم، الانشطه. مشكله الدروس رغم ان انا بقول ان هي ضروريه بس نتيجه للنظام، يعني بس انا عاوز اقننها، انا قصدي بقى اقننها. حلو جميل، ازاي بقى؟ اقننها ازاي؟ اولا لازم الشخص اللي بيدي درس ده لازم يكون متخصص وتربوي، وانا اطلع له تصريح. تمام. واخد مبلغ من المال. ضرايب يعني؟ لا هو بيدفع ضرايب. تمام. ده مبلغ ده يروح للتربيه والتعليم. أدي بقى للمدرس اللي ما بيديش دروس، يعني ارفع من مستوى او من راتب المدرس اللي بيديش دروس. في مدرسين كتير ما بيديش دروس على فكره، نسبه 10% اللي بيدي دروس. يبقى انا عاوز متخصص، لان انا شايف بره في دبلومات تجاره بيدوا دروس. دي حقيقه فعلا مظبوط. وفين بقى المتابعه كمان؟ احدد اعداد واعمل متابعه. الدكتور بيفتح عياده ولا ما بيفتحش؟ حقيقه فعلا مظبوط يا فندم، بيفتح. تمام. بياخد ترخيص ولا ما بياخدش؟ تمام بياخد. ليه ما تعملش المدرس كده؟ الحاجة التانية، سيادة الوزير جاب أجهزة، جاب تابلت، جاب سبورة، جاب ملايين مليارات، فين المدرس؟ تمام. سيادة الوزير بيتكلم على حاجة وأنا سمعتها، بيقول إحنا لو زودنا المدرس الفئات التانية هتقول إشمعنى المدرس؟ لا أنا أحط له بند خاص بالتعليم. تمام يا فندم. ما زودش 100 جنيه، ما هو الأيام دي بيقول لك أنا زودت 100 جنيه،
واخصمها تاني شهر 200 جنيه، ما ينفعش. على الاقل 2000 3000 جنيه. واللي بيدي دروس بالسلامه، مالكش لازمه في المدرسه. كان في حضرتك كاتب رحمه الله عليه احمد خالد توفيق الله يرحمه، توفاه الله من فتره، كان كاتب في احد رواياته عباره ما انساهاش، يمكن كاتب الروايه دي بقاله 30 سنه ولا 25 سنه، كان قايم بدور، كان قايم بدور. ايوه طب معلش يا جماعه انا اسف هقطع حضرتك ثواني، معانا اتصال، اتفضل مين معايا؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، استاذن حضرتك لو بتسمعني من التلفزيون تقفل التلفزيون او توطي الصوت وتخليك معايا من هنا لو سمحت من التليفون. مع حضرتك العميد محمد سعيد زهراء مدينه نصر. استاذ العميد اهلا بيك يا فندم، اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا، انا سامع الحوار اللي مع الاستاذ احمد سلام وانا بؤيده فعلا في عوده المدارس. عوده المدارس ده شيء اساسي جدا جدا جدا. تمام. التعليم مش هينهض الا بعوده المدارس، وانا فعلا بؤيد الاستاذ احمد. طيب حضرتك يا ست العميد، حضرتك شايف ان المدارس ترجع بوضعها الحالي ولا ترجع بصوره مبتكره ومتطوره فعلا نجني منها تعليم حقيقي؟ لا ممكن ترجع زي ما قال الاستاذ احمد، نخلي يومين لكل مثلا فصل، لكل سنه، لكل، بحيث ان احنا برضو منها نحافظ على الطلبه بتاعتنا من الكورونا، من الاختلاط الزياده. بس عودة المدارس فعلا شيء أساسي جدا 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 يا فندم. تمام أنا مع حضرتك، بس ده مش سؤالي، بقول لحضرتك الطلبة، سيب حضرتك من وضع الكورونا ويومين بصفة عامة، المدارس وضعها الحالي عاجب حضرتك ولا محتاجة تطوير علشان الطالب يطلع منها فعلا بمعلومة؟ احنا مع المدارس يا فندم، بس الوضع الحالي ده حضرتك شايف ان هذه المدارس ترقى انها تكون مدارس نطلع منها بمعلومة ولا محتاجين نطورها؟ احنا طورنا نسبة كبيرة قوي المدارس، في نسبة كبيرة جدا اتطورت. طيب انا معلش اسمح لي بس يعني ارد على حضرتك برضو، اسمح لي يعني ان حضرتك احنا لو فكرنا فيها التطوير ده لسه استاذ احمد سلام حالا بيقول اين المعلم؟ المعلم في الاول وفي الاخر يا فندم عايزين نطوره بشريا، يعني نطوره مهاريا، يعني نطوره في المعلومه ازاي يحصل عليها، نؤهله ان يستخدم الاسلوب الجديد او النظام الجديد هو يكون يقدر يعلمه للطلبه صح. يبقى اذا يا فندم انا ما زالت عندي القوى البشريه مش مكتمله، ما زال عندي اللي هو البنية التحتية زي الانترنت والكلام ده مش جاهز. يبقى يا فندم بكل بساطة أنا أطور وأقول تعظيم سلام للمدارس علشان بس ابني لما يطلع من المدرسة يبقى فعلا خد المعلومة كما ينبغي لها أن تكون، ياخد المعلومة تفيده في حياته، صح ولا أنا غلطان؟ مظبوط كلام حضرتك. شاكر لحضرتك جدا المداخلة سيادة العميد، وشاكر احترام حضرتك. شاكر أستاذي الغالي، هرجع بقى لحضرتك بقى كده ايه في موضوع اللي هو الدروس الخصوصيه كنا بنتكلم فيها. فكان احمد خالد توفيق بيقول ايه على لسان احد الابطال، البطل ده كان مدرس، فبيقول انا بدي دروس خصوصيه، البطل بيتكلم يعني، ولا اجد يعني في ذلك ما يضير لان انا راجل بشتغل في المدرسه ببذل كل قصارى جهدي، لكن في بعض الطلبه مستواهم قليل محتاجين عنايه اكتر، محتاجين شرح اكتر، وانا محتاج فلوس اكتر لان المدرس بياكل ويشرب ويصرف، مش يعني مش كائن خشب يعني، فبالتالي انا لا اجد في ذلك قضاء. طبعا ده كلام الكاتب الله يرحمه احمد خالد توفيق. وانا ارد على حضرتك برضو، المدرس لو مش مكتفي ماديا لن يبدع في الفصل، المدرس لو مش مكتفي ماديا مش هيعرف يلبس. تمام. تخيل في بعض المدرسين بيروح بشبش بالمدرسة، ليه؟ مش ملائم، عنده عيال عاوزين مصاريف، عنده ناس عاوزين مصاريف، عنده بيت مسؤول عنه، كيف يبدع في التعليم؟ الحياة أو دوامة الحياة واخداه. وأقول لحضرتك على حاجة كمان، المدرس لا يبدع إلا في المدرسة حتى لو عنده دروس. إيه؟ أنا شخصيا مجرب الاثنين، المدرس في المدرسة يبدع إبداعا حقيقيا. وما أقدرش أرد طبعا مع واحد خبير زي حضرتك يعني، ولكن بقى سؤال أخير وده مهم جدا بقى حضرتك كده في عجلة بعد إذنك، وسؤال رخم شوية، إحنا على طول بننتقد وزير الإعلام على صفحة وزير التربية والتعليم على صفحة حضرتك. طيب أنا مش عايز نقدر النقد، أنا عايز بقى حلول. حضرتك عندك خطة لتطوير التعليم؟ أيوة، واحد تغيير المناهج. تمام. شوف الوزير عمل إيه، عمل أجهزة حديثة، عمل سبورات، عمل تابلت، عمل والمناهج زي ما هي. يبقى حضرتك قبل ما كنت تطور كنت جهزت المناهج الأول. بمعنى حضرتك إيه؟ نشيل منها الحشو يعني؟ لا مناهج جديدة تواكب بقى العصر. تواكب، مش مسألة إن أنا بشيل الحشو. هقول لحضرتك حاجة، تخيل في منهج اسمه عندنا المنطق، جدي ماسك الكتاب بقول لك كان علينا من 30 سنة. طيب مش عاوز اقول اكتر من طب كده. طب النقطه الثانيه في عجاله عشان كمان ربط التعليم بسوق العمل، جميله جدا. تمام. عشان الخريجين انا يلاقوا سوق عمل، يلاقوا سوق عمل. انا ما برصش ناس، لا انا عاوز خريج يرتبط بسوق العمل. تمام. كمان
أين النماذج الاسترشادية التي كنا نحصل عليها قديما ليستفيد منها المعلم والطالب؟ النماذج فعلا كانت موجودة على عهدي، أنا ما حضرتها طبعا. نماذج خاصة بالمعلم، كان في كتاب اسمه كتاب المعلم بالظبط، في عناصر كده بتساعد المدرس عشان تمام. اللي حط أسئلة تمام. دلوقتي في أسئلة غريبة الطلبة ولا المدرس عارف يحلها؟ انا والله مش عارف اشبع من حضرتك اقول لك ايه، بس وقت بس هو اللي مدهمنا يعني، ولكن نطمح طبعا ان يكون في لقاء تاني قريب ما بيننا ان شاء الله باذن الله، ان دي قضيه امن قومي قبل ما تكون اي حاجه تانية. ان شاء الله. اشكرك جزيلا لحضرتك والساده المشاهدين استنونا بعد ان شاء الله. شكرا شكرا. أعزائي مشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا بقى حكاية، معانا بطل من الأبطال، ما بحبش أقول من ذوي القدرات الخاصة، لأ، متحدي الإعاقة، بطل جواه روح التحدي، العزيمة، الإصرار. معانا ومعاكم النهاردة بطل الجمهورية، 46 ميدالية متنوعة، شهادات تقدير بالهبل، بطل جمهورية مصر العربية لمتحدي الإعاقة في ألعاب القوة، معانا الكابتن عصام جميل. لكن اسمحوا لي اقول عصام الجميل مش كابتن عصام جميل، ده بعد اذنه يعني اقول كابتن عصام الجميل. ازيك يا كابتن؟ شادي منورني هنا، بص الاستوديو كله منور بحضرتك. الله يخليك يا استاذ شادي ومشكرين على. لا يا حبيبي، ده الحلو ده اقل حاجه اقولها لك، واسمح لي قبل ما اقول لك ايه الحكايه واقعد اسمعك كده والمشاهدين يسمعوا حضرتك، انا هقول لك بس حاجه الاول، انا عندي ولد وبنت مهاب واينور، الاثنين بعتل لك رساله معايا بيقول لك انت مثل ليهم ان هم يكونوا ابطال، لان هم كانوا كسلانين ومش عايزين يلعبوا رياضه، كانوا بيلعبوا وبطلوا وما عندهم 11 سنه. قولي لا، اقول لعمه احنا عشان خاطره هنلعب رياضه. نقول لاولادك اولادي ومباشر على الشاشه، لا مارسوا الرياضه، رياضه حلوه جدا، عزيمه وقوه تمام ورشاقه تمام وكل حاجه في الدنيا. طيب قول لي بقى قصتك بقى ايه؟ انا عايز اسمع بقى قصه حضرتك من الالف للياء، انا معاك اهو اتفضل. طبعا انا قصتي في بدايتي انا بلعب رياضه من 97 تمام، بمارس رياضه من 97 24 سنه يعني. 24 سنه يعني طبعا مارس 24 سنه، انا مبطل رياضه دلوقتي بقى 4 سنين. طيب تمام، او اكتر من 4 سنين كمان تمام. طبعا تحديت الصعب كله وتحديت الدنيا كلها، ولعبت واتمرنت وجهدت، طلعت بطولات الساده المشاهدين شايفينها ده كلها الشهاده. طبعا يا جماعه حضراتكم شايفين يعني شهاده التقدير كلها حاجات مشرفه جدا، يعني لو ينفع يبقى في زوم هنا على الكاميرا او حاجه، كل يا فندم كل يا فندم يعني لو هنا في زوم كتير جدا، كتير كلها شهادات تقدير كتير على اعلى يا فندم كتير جدا تمام جداً. شهادات بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايزين يعني نتكلم كتير، بس هو الشهادات واضحه جدا يعني بسم الله ما شاء الله. ونحط عليها بقى كمان، بكرر تاني يا جماعه، 46 ميداليه 46 ميداليه 46 ميداليه، ايه يا جماعه في اكتر من كده ايه؟ اتفضل يا فندم. طبعا انا لعبت وجهدت وبقيت اطلع بطولات تاخد من اوائل المرحله دي. طبعا الرياضه حلوه عامه تمام، انا اقول حلوه تمام، بس انا بقى طبعا مع الرياضه مع الظروف اللي فيها ديت ما قدرتش اكمل. بمعنى ما فيش، ما كانش في دخل طبعا، ما فيش وظيفه، ما كنت بلعب رياضه، ما فيش اي حاجه، ما فيش بنطلع بطولات، الناس اللي كانت معانا كانوا بيقولوا عليهم وبزياده شويه، واحنا من لمتنا برضو عشان نقدر نحقق بطولة جمهورية تمام. طبعا فضلت لحد ما قست خلاص، ما فيش، ما كانش ولا وظيفة ولا دخل ولا اي حاجة خالص. قعدت طبعا اشتغلت، جوزت بقى لي بيت وبقى لي اولاد وعندي 3 بنات دلوقتي بسم الله ما شاء الله ربنا يخليك. طبعا البيت عايز يصرف وعايز 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 وعايز. طبعا انا ما كانش عندي بيت اصلا خالص، كمان كنت قاعد في اوضه كده بتاعت زمان جدا، كانت بتاعت الاقارب ليا، وقعد فيها كان سيبني قاعد فيها كده من غير اي حاجه، قعدت فيها حوالي 8 سنين.
خلفت البنتين الاولين فيها وجيت طلعت طبعا عشان اعرف اكلهم يبقى تحدي الاعاقه مش هقول معوق. لا هو تحدي الاعاقه طبعا تحدي وعزيمه واصرار يا حبيبي. يطلع يشتغل مع العمال في الخصرات وفي في شيل الطوب والرمل يطلع ترمش. لا انا شايف دموع في عينيك. لا لا ده حاجه مش تبسطني طبعا. ان شاء الله من غير مقاطعه مشاكلنا هتتحل وهنكلم المسؤولين ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس بالله عليك دموعك دي غاليه علينا والله. لما بطل زيك يعيط يبقى الناس اللي انا اسف الكلمه اللي هم ما عملوش حاجه يعني يعملوا ايه بقى؟ ما ينفعش ما ينفعش. فيعني انا والله مقدر. لا يا حبيبي لا ولا اسف ولا حاجه. انت فوق دماغي من فوق والله ومنورني ومشرفني. بس انا يصعب عليا ان انا اشوف بطل عظيم زيك كده. يعني ما فيش اصلا يعني اظن ما فيش اصحاء كتير معاهم 46 ميداليه يعني. فواحد زيك لا ما بحبش انك تعيط. طبعا انا طلعت في المجال اللي بيتها اشيل رمل وطوب واطلع الدور اللي عليها عشان فل. طيب انا هسأذنك في حته عشان نطلع من الحته الوحشه ديت لان انا مش عايزك تبقى حزين او الحته الحزينه دي يعني. انا بس جالي خبر كده وعايز اتيقن منه واشوف ايه القصه. معلش نوضح برضو للساده المشاهدين. احنا عرفنا ان تم تخصيص شقه لحضرتك. ايه القصه دي بالظبط؟ طبعا انا عندي انا بعتبره زعيم الصحافه عندي في القريه اسمه الاستاذ صبا مره. تمام. في اخبار المساء. راجل محترم جدا. الراجل ده من 6 سنين وفي جنبي. لما اجي لان ما فيش شغل عندي وخلاص وقف جنبي طلعني في الجرايد وطلعني في الاعلام ورحنا لست محافظ وقعدت مع ست محافظ الله يرحمه وراجل شاف الحاجات ديت انبهر واداني. كان مين المحافظ ايامها؟ اسمه ايه مش دكتور فتحي سعد؟ تقريبا جدا. اصل انت قلت الله يرحمه فرحت بقى دكتور فتحي سعد. أيوة ولا دكتور ولا ماهر الجندي؟ لا ماهر فتحي سعد. ايوه تمام اتفضل. ماشي. طبعا راجل انبهر وعيني في نادي طنطا رياضي. طبعا تعيين خاص مش حكومي. تمام. ويشكر اللي هو الله يرحمه يشكر اللي هو عمل معايا. طيب معلش انا قطعك انا اسف. فضل. هو سؤال سخيف بس استحملني عشان اوضح الامور بس. هو حضرتك متعين في نادي طنطا راتب حضرتك كام؟ 810. 800 ده اللي حضرتك بتمسكه في ايدك يعني؟ انا بدات من 450 ودلوقتي باخد 810. طيب في اي دخل تاني لحضرتك غير الدخل ده؟ تقريبا قبل ما اعمل الحوار ده ما كانش في دخل اصلا خالص غير 810. وطبعا الناس في القريه لما لقوا بناتي كبرهم وخلاص وعايزين مكان نظيف قالوا اطلع اسكن وانا هنساعدك في الايجار. طلعت اجرت شقه ب 500 جنيه في الشهر. ايوه. وكنت بدفع ميه وكهرباء 200. يعني تقريبا 810 رايحين على السكن والكهرباء والميه. بس اسمح لي برضه استترك تاني. طب ايه موضوع الشقه اللي حضرتك خدتها؟ طبعا احنا برضو هكرر برضو استاذ عصام عماره جه في الفتره اللي عدت ديت وجي الراجل قال لي برضو لازم نعمل حمله عشان طبعا انا عندي الشقه اللي ماجرها ديت في كليات اتبنت في اول بلد الطلبه بداوا من نزول البلد عندنا ويغلوا يرفعوا الايجار. ايوه ماشي. طبعا انا هستنى السنه الجايه عشان يرفع الايجار عليا اكتر من كده. ممكن يقول لي انا عايز 100,000 جنيه في الشهر. تمام. الراجل لما عرف كده قال لا انا نعمل بقى حاجه ايه نوصل صوتك للمسؤولين عشان يشوف لك. تمام. وشوف لحضرتك شقه. انا عايز اعرف ايه مواصفات الشقه بالله عليك. طبعا سيد المسؤولين في الغربيه استاذ المحافظ والاستاذ محمود رئيس حي تاني. تمام. واستاذ احمد وكيل وزاره بالغربيه. طبعا وكيل وزاره ايه؟ شباب الرياضه. تمام. الناس حاولوا يعني ايه يوصلوا لي استاذ احمد طبعا الوزير طلبني. تمام. استاذ اشرف صبحي. تمام. كام ده من اسبوعين رحت قعدت معاه في المكتب بتاعه في مصر وكان معايا استاذ عصام. انا عشان بس الوقت ما يهمناش انا عايز ادخل في حته الشقه. اديني وصفات الشقه. الشقه طبعا رحت الحي سلمهاني الحي الشقه دي في مساكن السلام في الجلاء. بعيد عليك يعني؟ بعيد. بعيد. بعيده بعيده جامده قوي. رحت سلمت الشقه هم يشكرهم بصراحه اللي هم بذل مجهود معايا جامد جدا جدا. وقعدوا اتشطبوا من جوه؟ لا عايزه تشطيب. يعني مفيش سيراميك مفيش دهانات طبعا هي معموله برط من هو بتاع زمان قديم برط قديم مكسر يعني ولا يقضي الغرض؟ البرط يقضي الغرض بس هي مفيش ابواب. باب اوض مفيش ابواب مفيش شيش فيها ازاز بس دورفش ازاز. عايزه نقاشه عايزه اللون الكهرباء ايده بس كده كهرباء من غير المفاتيح.
طيب انا هستأذن حضرتك بس عشان الوقت ما يدهمناش. اتفضل. معالي وزير الشباب والرياضه، احنا عارفين ان حضرتك راجل محترم جدا، ولكن حضرتك عشان تكتمل الصوره ما ينفعش نتدخل في موضوع وندي شقه تبقى الشقه مش متشطبه، يبقى الراجل اللي عندي اللي انا عايز اكرمه اللي اصلا يعني الظروف الماديه صعبه شويتين والدنيا كلها بقت ظروفها الصعبه الماديه لحد كبير يعني، هيشطبها منين؟ هيشطبها ازاي؟ ما دي انا عايز اقول لهم، انا طبعا دلوقتي بقول استاذ احمد عمل لي عقد في مركز الشباب عندنا في البلد في القريه ب 1000 جنيه في الشهر، عقد مؤقت تمام مع 800 تمام 1800 جنيه فهم. انا السكن طيب. اللي انا هقعد فيه دلوقتي انا بنتي عشان انقلها في الاعدادي المواصلات ما بينها وبين المساكن والاعدادي عايزه توك توك ب 20 جنيه رايح جاي. طيب انا بقى اسمح لي بقى اكمل بس الكلمتين دول بعد اذنك. اتفضل. عشان هي يا جماعه القصه دي معالي الوزير، انا بطلب من حضرتك بعد اذنك نكمل الصوره للاخر عشان تبقى الصوره حلوه. ما ينفعش يبقى في لقطه اعلاميه وفرقعه اعلاميه وصاحب المشكله ما استفادش بجد. عشان يستفيد يا جماعه اظن الوزاره مش هتعجز انها تظبط له شقه في مكان كويس او تظبط له الشقه اللي هو فيها، بس تامن له عمل تبع الشباب والرياضه يخش له منه إيه نقول ايه دخل محترم يقدر يعيش بيه بالحلال. ما ينفعش بطل مصر 46 ميداليه كمية هائلة جدا من شهادات التقدير ويقعد قدامي يعيط، ما ينفعش. أعزائي المشاهدين أشوفكم في الحلقة الجاية على ألف خير، كان معاكم شادي غانم وبرنامجكم شادي والناس، أشوفكم على ألف خير.